صورة الإسلام السياسي في الصحافة العربية وانعكاسها على اتجاهات الجمهور في مرحلة ما بعد الثورات العربية. الحقيقة أن هذه الرسالة بتتناول مجموعة من الأهداف، أهمها تحديد صورة قوى الإسلام السياسي في الصحافة العربية، سواء الصحافة العربية في مصر أو في تونس أو في ليبيا، بالإضافة إلى الصحافة العربية الدولية، وأيضا تأثير هذه الصورة كما تعكسها وسائل الإعلام على الجمهور في هذه الدول المعارس. الحقيقة من الدراسة خرجت بنتائج مهمة للغاية في مقدمتها، أنه كثير من المقولات أو كثير من الآراء الشائعة لم تكن دقيقة بالقدر الكافي. الأدلة العلمية التي قدمتها الدراسة تشير إلى أن صورة الإسلام السياسي تعرضت للكثير من التأثير في مرحلة ما بعد الثورات، خاصة أن كانت هناك حالة من الدعم لهذه القوى في مرحلة ما بعد الثورات. ناقشت رسالة دكتوراه في الإعلام من قسم الصحافة الاسم أسامة السعيد السعيد قرطان، الجنسية مصري. اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة، أستاذة الدكتورة نجوى كامل مشرفا، أستاذ الدكتور محمد شومان مناقشا، أستاذ الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل مشرفا مشاركا، ليلى عبد المجيد مناقشا ورئيسا. وبعد مناقشة الباحث مناقشة علنية، تقترح اللجنة منحو درجة الدكتوراه في الإعلام من قسم الصحافة بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.